السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بصحة وعافية وخير وين ما كنتم، وين ما كنتم تسمعوني ومتابعيني من كافة أنحاء هذا العالم الفسيح. طبعا حكيت البارحة في فيديو، قلت كم هو مكوث المسيح عليه السلام في داخل رحم مريم عليه السلام، وبعض الأخوة والأخوات أجابوا عن هذا الموضوع، ومنهم من توصل ومنهم من لم يتوصل. أحبتي في الله، قبل كل شيء يجب أنه أبين مسألة. في سورة آل عمران قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. يعني إحنا لما نأتي ونقرأ القرآن ونريد أن نفهم آيات الله سبحانه وتعالى ونتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، يعني في بعض الآيات موجودة في نفس السورة وقد تكون موجودة في سورة أخرى. فلما أنا أقول أنه يعني الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كما تعلمون أحبتي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم كن فيكون، يعني لا عندي مراحل راح يمر فيها، ولا أنه مثلا كما بعضهم قال أنه راح يكون عندي حمل 9 أشهر وعادي حملها طبيعي. وطبعا نقل عن ابن عباس بأنه كان 2 ساعة. انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة جدا جدا. إذا لما يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يجب أن نفكر في كل شيء، لأنه خلق آدم معجزة، إذا خلق المسيح أيضا معجزة، وإن اختلف بأنه آدم من غير أب ولا أم كذا، إلا أنه المسيح لديه أم، ولكن في خلقه معجزة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. راح نفكر في موضوع آخر. لو راجعنا الآيات، ولما اتخذت من أهلها حجابا فاتخذت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا، شوف تتابع الفاءات، فأرسلنا، فاتخذت، فحملته، فانتبذت، فأجاءها المخاض، ف الفاءات هذه تفيد التعقيب، يعني رأسه راح يكون عندي مباشرة في يعني في النتيجة، ما مثل الواو. الواو قد تتطلب حتى يحدث الأمر، يعني بين الفعل ونتيجة الفعل مسافة زمنية قد تطول وتقصر. هذه مسألة لما احنا نتكلم على قضية فا. ولو فرضنا كما بعض الموجودة في بعض كتب التفسير، وقد تؤخذ من الإسرائيليات، يعني خل أحكي معكم بصراحة، يعني هذه كانت موجودة في بعض الأناجيل، أنه حملت 9 أشهر. هل تتصورون بأنه اليهود يعني كيف حملت 9 أشهر؟ كيف راح يعني يسكتون على مريم طوال 9 أشهر وتكون هي مثلا يعني أمامهم؟ لما اتخذت من دونهم حجابا هي لفترة قصيرة، يعني ما ممكن أن تختفي 9 أشهر أنه اتخذت من دونهم حجابا. أنه وين مريم؟ وين اختفت مريم؟ فالأمر الذي حدث بمجرد أنه نفخ، يعني من ها هنا، خلوها في بالكم، من ها هنا نفخ فيها جبريل، يعني ساعة والساعتين، فإيش؟ فأجاءها المخاض، يعني كما نقل عن ابن عباس بأنه كان في 2 ساعة. فانتبهوا أحبتي في الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قضية الخلق أيضا فيها معجزة. يمكن انقطع الاتصال ورجع، أظن أنه الآن يمكن رجع الاتصال. فلو كانت 9 أشهر وكانت مريم موجودة عند اليهود لكادوا بها، يعني ما كان يخلوها، لأنه يعلمون حقا بأنه الطفل الذي سيأتي هو الموعود أو المسيح المنتظر، الذي يعني جاء في كتبهم بأنه سيكون هو المسيح الموعود. فممكن كانوا يتربصوا بها، ممكن كانوا يقتلوها، ممكن كانوا يسمموها، كل شيء كان هذا يصير، ولكن حدث بالفعل في 2 ساعة، يعني رأسا فحملته فأجاءها المخاض. فانتبهوا، هذه المسألة مهمة جدا. فلما جاءها المخاض
جاءت الآية يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيها مسألتين أحبتي في الله. أولا اعلموا أن آلام المخاض هي أعلى درجة ألم موجودة في الحياة الدنيا. آلام المخاض هذه يعني شديدة جدا، ولو فعلنا ما فعلنا مع أمهاتنا يعني ما ممكن أن نؤدي ولو ألم طلقة واحدة من طلقات آلام المخاض. يعني هذا واحد. اثنين، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هنالك أمر عظيم مقبل عليه مريم عليه السلام، وهو أنه كيف ستدخل وتأتي إلى الهيكل وهي تحمل هذا الطفل وستواجه القوم. وأنت تعرف كل الزين بأنه أسوأ شيء ممكن أن يتعرض له الإنسان هو قضية الطعن في العرض والشرف. فكيف إذا كانت هذه مريم؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فأحبتي في الله، طبعا لازم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فجاءها الاطمئنان الإلهي من خلال فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهنا كان الاطمئنان. ففي يعني كيف واحد يكون خايف ومرعوب يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بعدين يأتيها الاطمئنان فكلي واشربي وقري عينا وتستمر الآيات، فإما ترين من البشر أحدا خلاص أنت انتهى دورك هنا يا مريم، لا علاقة لك بعد بهذا الموضوع، ستكون لك براءة من الله سبحانه وتعالى بأنه هذا الطفل هو الذي سيتكلم وهو الذي سيثبت براءتك. وأيضا انتبهوا إلى مسألة مهمة جدا، وبما أنه هذا الأمر قد حدث في ساعتين لما اتخذت من دونهم حجابا، قد يقول قائل منهم بأنه هذا ليس ابن مريم. انتبهوا لهذه المسألة، ممكن قائل من الموجودين في الهيكل اليهود من أحبار اليهود هذا ليس ابن مريم، ممكن أنه هذا التقطتهم من مكان ما في العراء أو في الشارع. فتأكيدا على أنه ابن مريم لما تكلم وقال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، انتبهوا إلى مسألة مهمة بإثبات بنوته لمريم، لأنهم انذهلوا لما الطفل يتكلم، انذهلوا تماما. إيش؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أخاف واحد من الأحبار الموجودين يفكر تفكير ولو مجرد حتى لو في نفسه، من يقول أنه هذا ابن مريم؟ من هو ما يقول بأنه هذا وجدته في المكان الذي لما اتخذت من دونهم حجابا وجدته هنالك في الصحراء في العراء فجاءت به وتقول وتدعي هذا؟ ولكن طفل يتكلم يثبت براءة مريم وأنه نبي، ويثبت أيضا بأن والدته هي مريم عليها السلام. أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وصلت هذه المعلومة لحضراتكم. طبعا هنالك أيضا مسألة ممكن فاتتني أن أذكرها في الفيديو السابق لما قلنا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. كان من عادة اليهود أن يصوموا 3 أيام عن الكلام، إما أنه أن يتكلموا كلام يعني أنه أنا سأدخل في الصيام بعد ذلك ينقطع عن الكلام، فقولي إني نظرت للرحمن صوما، هذه مسألة. أو أنه بالإشارة ممكن أنه واحد كان يشير هكذا، ممكن أنه هذه كانت معروفة لدى الناس إذا مثلا أشار هكذا خلاص هو أنه دخل في الصيام. والإشارة أحبتي في الله طبعا أبلغ من اللغة. يعني الآن أنا أتكلم بالعربية، لما باكر أنا أريد أذهب إلى الصين وأريد مثلا أن يعني ما يفهموني هم أنا أتكلم عربية وهم في الصين، فممكن بلغة الإشارة راح يفهموا أنه أنا ماذا أريد أن آكل أو ماذا أريد أن أشرب أو إلى أي مكان أنا أريد أروح. فلغة الإشارة لغة عالمية، راح هذه اللغة يفهمها الروسي والصيني والياباني والأجنبي وأي واحد. فلغة كبيرة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.